بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي وأخوتي المجاهدين الكرام والإخوة الرياضيين ومحبي وعشاق الكرة الطائرة وينما لاعب رقم 3 عبد العزيز الشطي، وطبعا ضربة هجومية وأيضا نتيجة والشعارات الأندية وكرة مرفوعة إلى عبد العزيز، إلى هجوم خلفي، إدراك مهارة الإرسال، ونتمنى إن شاء الله الفرق تهتم بهذه المهارة. ضربة هجومية، ضربة هجومية، الأزمر الحلو، شوف شوف الأزمر الحلو يلعبها يلعبها على خارج الملعب، والكويت يتقدم بأربع نقاط، دبل سكور 4-2 بضربة هجومية. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف 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 الفريق الأسمر، فريق الأسمر عبد الرسال في صورة أمامكم، اللاعب الذي يتمتع بضربات هجومية أيضا بالإعداد وأيضا بالصد. كرة مرفوعة لعبد الله جاسم لفيصل، يا سلام، شوف كرة عمرية مهي قد سوية، لا 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 لا، هذا فريق الكويت، فريق العميد عامر الزليم، عامر الزليم، كرة اللاعب هذا هو مشعل صاحب الطول 198، أطول لاعب، ضربة هجومية وتنلعب، يا سلام، يلعب ناصر الرفاعي جهة نادي الكويت على سلطان خلاف وتنصد أجمل، عبد الله يلعبه، يا سلام يا سلام، خدعة، لكن شوف أرلك يا عبد الرحمن، لكن بلوك أجمل، بلوك بلوك أجمل، فريق العميد، فريق الكويت، شوف 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 الزوجي، وتنزل تنزل تنزل على طول. مشاهدينا الكرام، سلطان خلف الإرسال الأصبر الحلو، كرة مرفوعة إلى عبد الله، إلى رقم واحد، يا سلام، رقم واحد كورونا اللي كان لاعب المنتخب البرازيلي المعد وكابتن ومدرب وابن المدرب، هو صاحب الأصابع الذهبية، وعندنا هنا عبد الله بوفتين، وعندنا هناك فيصل العجمي، والفريقين يلعبون 5-1 5 يهاجم. جاسم الصباغي يلعب الإرسال، كرة مرفوعة من الإرسال إلى شوف شوف كرات الكرات العامرية، عامر عامر زلب، عامرية العامرية، فعلا فعلا، شوف 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 جانبية، بيطلعون له الذين الذين الذين، هجومية كرة عامرية وتنزل على ملعب فريق نادي كاظمة بنقطة ب 12 نقطة، استقبال غير موفق بين الذين، فردي وتنزل كرة، كرة مرفوعة إلى ضربة هجومية وتنصاد، لكن وين برا، كرة 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 من العملاق جاسم 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 جاسم، عبد الله جاسم، عبد الله جاسم، شوفها 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 في مركز رقم 2 وتطلع منه برا الملعب، اوت برا، بلوك ايجابي من ناصر الرفاعي اللاعب المتخصص في 3، كرة مرفوعة الى ضربة هجومية، عوضها عدنان يعقوب، شوف اللاعب شوف اللاعب يعقوب شوف اللاعب يعقوب، اللاعب الذي يتمتع بطول في الواقع، مشعل باتريوت، كرة مرفوعة من مشعل وتنصد من عبد الله جاسم إلى الأزمر، إلى إلى إلى، شوف 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 سلطان خلف، شوف شوف اللاعب الأزمر الحلو يلعب، المخرج تكفى عطنيها عطاك إياها، شوفها 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 جانبية قبل لا يزولون البلوك الزوجي، عبد الرحمن يلعب الإرسال، كرة مرفوعة من الإرسال إلى يعقوب، إلى شوف 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 كرة برازيلية قصيرة قصيرة، مو في ست مو في ثلاثة، في أربعة في أربعة، شوف 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 من عبد الرحمن التوب، عبد الرحمن التوب يلعبها، بأكثر من 150 مباراة دولية، صاحب الخبرة فيصل العجمي، كرة مرفوعة هجوم خلفي، الله، شوف 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 عبد الرحمن المطوع، لكن بلوك بلوك عظمك عظمه، لا بلوك عامري، كرة عامرية من عامر الزليم وتنزل، مخرج عطني اياها عطني اياها عطني اياها، في مركز رقم 4 4 4 4 4، وهذه منصة رئيسية
وليد أمان. وليد أمان في رئيس الاتحاد الكويتي في المنصة الرئيسية ومتابعته لفعاليات هذه المباراة بضربة هجومية وتنزل. شوف 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 هاللقطات، شوف اللقطات هذه وتنزل نادي كاظم الرياضي في المنصة أيضا، وكرة مرفوعة إلى يعقوب يرفعها. شفناها شفناها، خدعة 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 خدعة، شفناها من كاظمة فريق الزفير، شفناها من العميد، شفناها من الكويت. شوف الخدعة، شوفها شوفها شوفها، شوف العامر عامر 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 نازل ما يسوي في الكرة شيء، تهويشة جايته. سلطان خلف يلعبها ب 21 نقطة، 21 نقطة، كرة مرفوعة بضربة هجومية. الله 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 الله، شوف شوف الكرة، كاظمة متقدم، ستة لاعبين كرة. شوفها 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 شوفها، قوسية قوسية موزية موزية موزية، نازلة نازلة على ملعب فريق نادي كاظمة في مرة رقم ستة. قرار سليم للدولي نايف، وكرة مرفوعة لعبد الله جاسم يلعبها. شوف شوف الخبرة، الخبرة الدولية، لاعبنا الدولي، لاعبنا الدولي سلطان خلف الأزمر الحلو. اشوف كرة كرة قوسية موزية خلف البلوك، خلف البلوك ما حد متواجد. وهذا فيصل، هذا فيصل التميمي رئيس رابطة المشجعين، وكرة مرفوعة. شوفها 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 شوفها، ما حد مغطي. بثلاثة وكرة مرفوعة من يلعبها وتنصد إلى فريق نادي عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن، الله 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 الله، شوف الكرة، شوف المطوع المطوع عبد الرحمن عبد الرحمن المطوع يلعبها بضربة هجومية بضربة هجومية بضربة هجومية، لكن تطلع تطلع برا الملعب، تطلع برا الملعب أو لصالح فريق نادي وتنزل عاد لك. لكن ألف ألف نقول لك، قلت لك على هالعطاء، قلت لك على هذا السقاء، قلت لك بعد ضربة هجومية ويلعبها عبد الله جاسم بضربة هجومية وتنزل تنزل. تعادل الفريقين بتعادل الفريقين بتعادل الفريقين. شوف 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 عبد الله جاسم ما بين الاثنين ما بين الاثنين، كرة لاندينج ما تلمس أحد ما عدا مشعل، وضربة هجومية فيصل هجوم. قلت لك فريق نادي الكويت يلعب 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 فعلا بخطة خطة خطة هجومية متنوعة من المنطقة الأمامية. شوف البلوك البلوك المتأخر لأن كان عبد الله جاسم، والكرة ملعوبة استقبال ويلعبها بضربة هجومية. يا سلام يا عبد الله يا جاسم بضربة هجومية، يا 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 يا، شوف 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 فريق العميد. نبي نتمنى إن شاء الله فريق نادي كاظمة أيضا يعود للمجال التنافسي لكي نستمتع وياكم. كرة مرفوعة إلى بضربة هجومية وتنصد أجمل إلى فيصل إلى يعقوب إلى جاسم، تغطية حلوة تغطية حلوة. الله 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 الله، بيلعبها جاسم الصباغة لكن بلوك إيجابي. شوف البلوك الإيجابي، شوف 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 الأصمر الأصمر الحلو. سلطان 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 من جاسم الصباغة وتنزل على ملعب فريق نادي الكويت، وكرة مرفوعة بضربة هجومية يا لامس التوب. القرار سليم، القرار سليم، ايده ايده ايده. شوف 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 شوف، آه فيها لمسه فيها لمسه فيها لمسه في منتصف الشوط. يعود 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 فريق نادي كاظمه الى التنافس بضربه هجوميه ليعقوب، يلعب بضربه هجوميه وايضا في لمس شبك في لمس شبك على خالد الشط الاول الدولي، وضربه هجوميه بثمان نقاط يتقدم ايضا بنقطه، والوقت المستقطع الفزلة. والله الله العصر الذهبي، كرة مرفوعة إلى أيضا سليمان العزاني، سليمان العزاني كرة مرفوعة وإلى ضربة هجومية هجوم خلفي. الله 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 الله،
هجوم خلفي تقدم فريق نادي كاظم بنقطة، لكن هجوم خلفي اسقاط حلو، الاثنين رادين لورا والكرة تنزل بنقطة. كرة مرفوعة إلى ليبرو، إلى عبد الله جاسم. شوف العملاق منتخبنا الوطني عبد الله مخرج عطني اياها. شوف يعطيك اياها فوق البلوك الزوجي، وتنزل الكرة. شوفها تنزل الكرة من الاثنين فريق نادي كاظمة على ملعب فريق نادي كاظمة. كرة مرفوعة عبد الرحمن التوم إلى الليبر عبد العزيز، وكرة قصيرة. يا سلام، كرة بيلعبها الشطي الشطي عبد العزيز، لكن أجمل. شوف كرة عامرية وتنزل على الشوط الثاني ب 11 نقطة. كرة مرفوعة. الله 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 الله، انتهت الفرصة. الكرة الطائرة هي الأولى، إن لم تستقبلها بصورة جيدة النتيجة ما راح تكون جيدة على نفس الفريق بضربة هجومية. يبغى الرقم 2 على فريق نادي الكويت. كرة مرفوعة. عيلة شوف يرفعها بضربة هجومية وتنصد أجمل إلى عبد الله، إلى إبراهيم، إلى إبراهيم. شوف العملاق، شوف العرباوي، الكويتاوي الآن على العربي، على الكويت، على منتخبنا الوطني، على منتخبنا الوطني من هذا اللاعب. ضربة هجومية وتلمس وتنرب و بلوك عامر. فريق نادي كاظمة يتقدم ثم يتأخر. فريق نادي الكويت يوقف ثم بعد ذلك يتقدم. الكرات الحلوة البلوك الإيجابي من الفريقين، فريق تطلع من ده هو المعد. وكرة مرفوعة من يعقوب إلى فيصل لعبد الله جاسم، يلفعها إلى الله 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 الله. شوف الأزمر النجم الحلو. شوف من سلطان خلف، بلوك إيجابي. كرة مرفوعة عبد الله جاسم. فريق نادي كاظمة تبنى يعود بضربة هجومية. يا نجم حتى الآن، نجم المباراة في الشوطين الأول والثاني حتى الآن هذا هو. كرة مرفوعة يلعبها عبد الله جاسم، يرفعها تتصد. ويا سلام، بيحاول يلعبها، كرة متداولة بين الفريقين لعبد الله جاسم. يا سلام، شوفوا يعقوب هذا اللاعب. شوفوا البلوك الفردي. شوف هجوم من نادي كاظمة، لكن البلوك الفردي من هذا اللاعب. لما اقول لكم من هذا اللاعب اللي يتمتع بالطول في الضربات الهجومية والصد، 95 سنتي وطوله 178 سنتي، بهذا الطول يستطيع ان يوقف. هذا هو الدولي عادل حربي. كرة مرفوعة خلوها. فريق نادي كاظمة حتى الآن لم يقدم المستوى المطلوب بعد التعادل ب 13 نقطة. بعد نادي كاظمة وأيضا العميد نادي الكويت. كرة مرفوعة لعبد الله جاسم لضربة هجومية. شوف نجم النجوم اللاعب سلطان. شوف يشجع الجمهور اللي أزرق، الجمهور الوافي الكويتي، وأيضا اللاعبين. وفي تغيير من اللاعب طبعا مساعد. بضربة هجومية وتنصد منطقة الخلفية من عبد الله. هجوم، الله
الله الله الله الله الله يا عبد الله. شوف 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 عبد الله يسوي، يلعب يلعب يلعب. الخطة خطة خطة مبنية يا جمري يا جمري، الخطة مبنية مبنية بمنطقة سلطان خلف. سلطان خلف يلعب 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 الإرسال، وكرة مرفوعة بإسقاط حلو. شوف التغطية، يا السلام يا السلام. خلاص 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 خلاص. هذا كاظمة، هذا كاظمة. حلوة حلوة الكويت، حلوة الكويت. الشوط الثاني لفريق العميد. يا ترى ينهي فريق نادي الكويت فعاليات هذه المباراة بالفوز عم كاظمة؟ يلعب في شوط مرة ثانية خامس بضربة هجومية ما حد يستقبلها وما حد يلمسها، تطلع منه برا 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 الملعب اوت، وايضا يتقدم فريق نادي الكويت. فريق نادي شوفه 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 مساعد مساعد المجمد وعامر السليم يلعبها بالارسال، الكره مرفوعه بالارسال الى ضربه اسقاط لعبد الله جاسم بضربه هجوميه. يا سلام يا سلام. شوف شوف فعلا يعود 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 فريق نادي كاظمة. عاد عاد فريق نادي كاظمة يفوز فعاليات الشوط الثالث الآن بأربع نقاط. يعود فريق نادي العميد إلى التنافس إلى التنافس. شوف الكرة هذه بيحاول يلعبها، يطلع من فريق نادي كاظمة بنقطة لصالح فريق نادي الكويت. كرة مرفوعة إلى الله 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 مخرج. شوف 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 الكرة مرتدة، الكرة طائرة، الكرة الأولى استقبالها غير موفق. شوف 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 الكرة هذه، شوف الكرة مرتدة يلعبها بزاوية ضيجة المنطقة الأمامية والمقطع والمدرب ألكساندر تنش. شوف النتيجة، المخرج مخرج يعطيك إياها. شوف هذا هو اللاعب، هذا هو اللاعب، هذا هو اللاعب يعقوب عدنان. وأيضا كرات العالم في 2-4 كرة مرفوعة إلى شوف شوف الكرة، الكرة الثانية نفس اللاعب. شوفها 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 المخرج يعطيك اياها، الجماز الجماز بيعطيك اياها. شوفها 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 كرة موزية 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 قوسية في منتصف ملعب، في منتصف ملعب فريق نادي 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 كاظمة ما حد يلعبها. هذا هو رقم 6 كرة مرفوعة بضربة هجومية وتنصد اجمل. يا سلام يا توب، هات لك يا كاظمة، هات لك هات لك هات لك يا ناصر رفاعي. شوف الكرة مرتدة 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 على ملعب فريق نادي كاظمة. شوف 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 التوم، شوف التوم مرفوع له في مقشرة في مركز 3 واللعب بضربة هجومية. وعبد الرحمن يلعب الإرسال، الكرة مرفوعة بالإرسال إلى إبراهيم الليبرو. الله شوف الخدعة، شوف الإرسال، الكرة مرفوعة من الإرسال إلى عبد الله، إلى ضربة هجومية إلى يعقوب، إلى يعقوب 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 يعقوب. شوف 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 يعقوب 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 اللاعب اللاعب سحب الطول 178 تطلع من فريق نادي كاظمة برا الملعب. هارت هارد لك هارد لك هارد لك. وحلوة لفريق الله على الاتكالية من مشعل ومساعد المجمد الذين خلوها خلوها ولاندينج. فعلا فعلا استمتعنا وياكم اعزائي المشاهدين الكرام الى استقبال هجوم خلفي لعبد الله. عبد الله يا سلام، شوف نجم النجوم، نجم 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 نجم. شوف شوف فعلا يستاهل، فعلا يستاهل. الجمهور الازرع، الكاميرا لحقته، المخرج لحقه، وانا لحقه، وانت لحقه على الكرات الضربات الهجوميه التي تاتي من المنطقه الخلفيه. هذا هو اللاعب، هذا هو النجم، هذا هو النجم مع الطيران مع الطبول. وطبعا ينفعل ينفعل الكرات دي الكويت نادي العميد في فعاليات الشوط الرابع، لكن ما حد يدري بضربه هجوميه تنصد لفيصل. فيصل
يلعبها. شوف 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 شوفها 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 شوفها. الله 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 يا يعقوب يا يا يا. شوف 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 اللاعب يلعبها يلعبها قوسية حلوة موزية حلوة لولبية حلوة خلف البلوك على ملعب فريق نادي الكويت. كرة مرفوعة يا سلام وتنصد أجمل. بيلعبها ناصر إلى يعقوب يعقوب إلى فيصل فيصل إلى عبد الله إلى عبد الله. شوف شوف عبد الله شوف النجم شوف العملاق عبد الله عبد الله عبد الله جاسم عبد الله جاسم. شوفه 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 بزاوية أربعة البلوك الزوجي البلوك الزوجي من الدشتي وتطلع منه برا الملعب ب 14 نقطة ب 14 نقطة. فريق العميد مش أشول الكرة مرفوعة لضربة هجومية. شوف النجم فعلا نجم نجم النجوم نجم النجوم. هناك نجوم في المباراة من الفريقين لكن هذا ما شاء الله ما شاء الله. عيني عليك باردة عيني عليك باردة يا شوف شوف سلطان شوف سلطان خلف تنزل تنزل كرة على سلطان خلف وضربة هجومية لكن بلوك أجمل بلوك فردي 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 فردي. شوف شوف رد الفعل رد الفعل رد الفعل لسلطان خلف وتنزل كرة على ملعب فريق نادي كاظمة ب 16 نقطة. والمعدين إلى الأجواء وكرة مرفوعة لعبد الله كرة قصيرة وتنصد أجمل وتنصد أجمل تعود تعود مرة ثانية إلى شوف 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 شيء صعب لكن حتى الآن هناك في أمل وفريق الأمل أكبر لفريق نادي الكويت. وشوف أقدر أقول لكم في هذه المباراة مو نجم الجوهرة الجوهرة السوداء الجوهرة السوداء الجوهرة السوداء نادي كاظمة بنقطة لإبراهيم يلعبها بضربة هجومية وتنصد إلى عبد العزيز إلى ضربة هجومية وتنصد أجمل يلعبها قصيرة وتنصد أجمل هجوم. شوف 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 فريق فريق العميد يقدم مستوى عالي مستوى رفيع مستوى رفيع مستوى الكرة الطائرة الحديثة بالبلوك الإيجابي وتنزل الكرة تنزل الكرة سهلة سهلة لكن هذه 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 النقطة. شوف النقطة التالية بضربة هجومية وتنصد أجمل فريق نادي كاظمة تعود 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 بضربة هجومية يا سلام. شوف يعقوب شوف يعقوب صاحب الطول 187 178 صاحب الطول 195 و95 بضربة هجومية مقابل 23 كرة مرفوعة بضربة هجومية يلعبها وتنصد أجمل الجوهرة يابها إلى 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 التوم إلى صباغة يلعب إسقاط وتنصد إلى فيصل 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 فيصل. شوف 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 خلاص 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 الشوط والمباراة الشوط والمباراة فريق العميد ب 24 نقطة 24 ما حد يرمي من اللي بيلمسها أنا لا أنا ما ألمسها أنا خارج الملعب. كرة طويلة كرة طويلة برا الملعب برا الملعب مخرج عطنيها مخرج عطنيها. شوف الكرة شوف الكرة الأخيرة هذه الكرة الأخيرة من الإرسال ما حد ما حد يلمسها كرة يا أبوها يا أبوها من العدلية على حولي على كيفان 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 على ملعب فريق نادي الكويت لكن تطلع منهم برا الملعب وبذلك يحصل فريق نادي الكويت فريق العميد على النقطة رقم 25 وبذلك سيداتي وخسر البطولة لأنه هو في الموسمين الماضيين. هذا هو نقول ألف مبروك نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم على المركز الأول. فإذا نتابع معكم أذان هذه الكرام في المراسم الختامية للنسخة رقم 51 ونقول ألف ألف مبروك لرئيس
وأعضاء مجلس إدارة نادي العميد نادي الكويت الرياضي بهذه المناسبة وتتويج المركز الأول بعد غياب طويل طويل حتى في الموسم الرياضي 1978 منذ 1978-79 الفريق كان بعيد عن تتويج كمركز أول فقط، ويعود فريق نادي الكويت في هذا الموسم في نسخة رقم 51 ليتوج المركز الأول، وبجدارة حصل فريق نادي الكويت الرياضي على المركز الأول بعد خسارة فوزه أمام فريق نادي كاظمة الرياضي الذي توج في الموسمين الماضيين بالمركز الأول. ونقول ألف مبروك للفريق الأبيض فريق العميد، ألف مبروك للكابتن خالد بن عيد، ألف مبروك طبعا لمحمد النصف عضو مجلس الإدارة وبنادي الكويت وأيضا مدير اللعبة بنادي الكويت، وألف مبروك لجاسم العنزي نائب المدير، وأيضا ألف مبروك لمنصور الشمري طبعا مدير الفريق الأول، وما زلنا وياكم هذا الفريق الأول، هذا هو عبد الله جاسم وعامر السليم، وما زلنا وياكم أعزائي المشاهدين في الصورة خالد طبعا الغانم سعيد بهذا المستوى اللي ظهر فيه، هذا هو طبعا محمد النصف أيضا، وهذا وليد أمان رئيس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة في هذه المراسم. وفي طبعا نتمنى إن شاء الله أن نكون قد وفقنا أعزائي المشاهدين الكرام في نقل فعاليات هذه المباراة لكم أينما كنتم، وألف مبروك للفريق وأعضاء فريق نادي الكويت فريق نقول لهم ألف ألف مبروك. وبغياب طويل جدا جدا واستطاع أن يعود المستوى التنافسي والوقوف على المنصة التتويج بالمركز الأول بالميدالية الذهبية، وما زلنا أعزائي المشاهدين الكرام نتابع وياكم تقليد وتسليم الميداليات من ودرع البطولة العام محمد النصف درع البطولة يستلم درع البطولة، وطبعا فيصل العجمي كابتن فريق قائد الفريق يستلم الدرع، وأيضا الكأس التذكاري بهذه المناسبة بنصيب فريق نادي الكويت الرياضي. وكلمة في الواقع أحب أقدمها لفيصل الثويني، فيصل التميمي في الواقع رئيس رابطة المشجعين لفريق نادي الكويت، وأيضا لفريق الجمهور الوفي لفريق نادي الكويت، وألف ألف مبروك لفريق نادي الكويت بهذه المناسبة بهذا التتويج. ونقول لهم ألف ألف مبروك لرئيس وأعضاء مجلس إدارة للنادي، وأيضا لإدارة الكرة الطائرة بنادي الكويت الرياضي فريق العميد، وبذلك تنتهي فعاليات هذا الموسم في الدوري العالمي أعزائي المشاهدين. وشكرا لكم في متابعتكم أعزائي المشاهدين في فعاليات هذه المباراة، نقل لكم تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة من قناة كويت سبورت في فعاليات المباراة الختامية لهذا الموسم في نسخة رقم 51 بين فريقي نادي العميد الكويت ونادي كاظمة فريق السكينة، وهذا التفير وألف مبروك لفريق نادي كاظمة الكويت الرياضي بعد هذا الغياب بثلاثة عقود كان بعيد فقير فريق نادي الكويت عن منصب وبذلك سيداتي سادتي تنتهي فعاليات هذه المباراة، وإلى أن تكون إن شاء الله في اللقاءات القادمة لكم تحيات مساعد النقل إبراهيم البكر وفيصل غريب والمخرج نواف الإماز وحبيب الفيلي، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. أستودعكم.